النقطة المهمة كمان اللي بيستناها يمكن عدد كبير من المواطنين عايزين يعرفوا شروط إضافة المواليد الجدد برضو لو كانت نزلت خلاص. الوزير ما اعلنش عنها بشكل واضح، لكن قال ان احنا وضعنا اليات وشروط وضوابط لاضافه المواليد، ولكن هيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعلانها لتوضيح من له الحق في الاضافه ومن ومتى يكون موعد الاضافه و ما هو السن المحدد للاضافه. احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت كان السن فوق السنتين، يعني الطفل اللي فوق السنتين يحق له التسجيل لاضافه المواليد لانه هيعرف ياكل ويشرب، لكن ما اقل من ذلك ليس له حق في الاضافه على قائمه مستحقي الدعم.